أزول ومرحبا بكم في قناتكم لا كوزين دو مريم. قبل ما نبدا الفيديو تاعنا تاع اليوم حبيت نشكر كل وحده اللي تحيرت عليا وسقست عليا جوفوتي ميرسي بوكو بور فوتر يعني سوتيان ونشكركم تاني اللي ما خليتوش يعني قناتي وحده ديما نسيب تعليقات يعني رائعه يعطيكم الصحه ما ننساكمش توجور بيان سور مالغري المرض مالغري العيا مالغري تو نولي لعندكم با دو بروبليم ما تخموش كامل. دونك نبداو في الوصفه تاعنا تاع اليوم اللي هو الرفيس التونسي بمقادير مضبوطه يجي بزاف بزاف بنين ويبقى طري لمده اطول. دونك هنا كما راكم تشوفوا راح نحتاجوا الى يعني سميد متوسط والغرس يكون من الاحسن يكون من نوعيه جيده وعندنا الزبده ثاني يلفو ميو تكون يعني الزبده حره. هنا راح نقدمه لكم يعني بمقادير الموجوده يعني الموجوده في داري وهنا راني نوري لكم يعني لا تيكستور اللي راح تحصلوا عليه طري ومبسس او ميم طون وراح يقعد هكذا لمده يعني اطول ما تقلقوش وخاصة يعني هاد الطريقة للمبتدئات بيان سور توجور راح ينجحوا فيها يعني 100%. هنا راح نبدا نحمصوا السميد تاعنا من الأحسن يكون متوسط من هذاك النوع المتوسط اللي يجينا تاع النوع اللي نخدموه في الطمينة دايوغ هذا الغرس هذا عفوا هذا الرفيس التونسي كاين اللي يسموه طمينة الغرس على بها لأنه يخدموه بنفس النوع تاع السميد المتوسط يعني كيما تاع الطمينة. هنا نحمصوه كما راكم تشوفوا من الاحسن ثاني تكون في مقله يعني ثقيله والنار تكون متوسطه مع استمرار التحريك ما لازمش كامل نحبسو في التحريك باسكو اون فوا المقله تاعنا سخنت تشد السخانه تما دونك تجي واعره. هنا سمحوا لي راني نصور او ميم طون يد تصور ويد راني تحرك راه غلبني شويه دونك يلفو فيغ فيت هكذا باش نتحصلوا على اللون يعني لون يميل للذهبي يعني الدوري يفو افوار يعني اون كولور دوري ومن الاحسن راني نوري لكم في اللون اللي لازم تحصلوا عليه يعني يكون دوري ما نعرف الا يبان لكم ولا لا دو بريفيرونس باسكو راح نضيفوا له هذاك الغرس ونضيفوا له الزبده راح يزيد يغمقوا في اللون. هنا جيت للغرس تاعنا ابري اون فوا نقيتو وعجنتو نحيت له لو غرو هذاك هذا النوع هذا يجي هو يجي طري من الاحسن تجيبو تاع البيتون يجي فيه هكاك تمرات و ميم طون يجي معسل. انا هنايا اون فوا عجنتو مع الاول نقيت له نحيت له لو غرو دوك هنا بقى لي غير العجين جبت قيس اربع مغارف هكذاك تاع الزيت ولا ثلاثه راني نعجن به او ميم طون كي نتلاقى على بحاجه هكذا يعني ما يابسة ولا نحيها معكم راكو تشوفوا حتى تحصلوا على عجينة يعني طري عجينة تاع التمر يعني طري اوسي هكذا كيما راكو تشوفوا قدامكم ما حبيتش نحي كامل يعني الصورة باش تشوفوا كيفاش نعجنوه نورمال كي شغل رانا نعجنو في عجينة هكذا راني يعني قدامكم كل ما نتلاقى بعفسة هكا نحيها او ميم طون رانا نخدمو بلا بوم دو لا مان راني نوريلكم يعني لا بوم تاع يدي بلي نخدمو بهذاك برك هكذاك باش نحسو اذا كان كاينه حاجه يعني يابسه وتشكك كلها راني نوريها لكم فوالا اون فوا تيرميني راح نقسموه هكا دي بوتي مورسو وتشوفو. انا بيان سور كنت وجدتو سبقت به باسكو باش حمصت الطمينه دون جي جوست فيرسي لي فيديو هنا انا سبقت في التمر تاعي ومن بعد اون فوا حمصتها هكاك سخونه نفرغها عليه دونك نعاود لكم المقادير اكزاكتومون
وراح نكتب لكم في صندوق الوصف. هي ديما تكون السميد تاعنا يكون، انا هنا درت ارطل، والغرس يكون 600 غرام، تما يفوت شويه تاع السميد دو بريفيرونس. والمارغارين درت 200 غرام. فوالا هنا اون فوا قطعتو كامل، راني يعني نوريكم فتتو كامل باش يسهل لي العمليه تاع التبساس تاعو. هنا راح نضيف السميد تاعي هكاك سخون ديريكتومون كيما قلت لكم، فوا حمصتو جبتو هكاك. دوك تشوفوا الفوار، راني نعاون روحي بجوست بلا سباتول تاع الحطب باسكو سخون بزاف، مي اون فوا ما تخافوش بالخف راح يبرد. هكذا تعجنوه بهذاك السميد والاخر، او ميم طون تضيفوا الزبده. وانا هنايا شخصيا يعني درت قيس 200 غرام تاع الزبدة. الحقيقة النص 100 غرام درتها زبدة حرة، و 100 غرام هي مارغارين لابيل. دوك راح تلاحظوا الالوان تاعهم ديفيرون، كاين نص رايح في الاصفر اللي هو زبدة اللي هي يعني زبدة، والاخر جاي راح لا بلونشور. او ميم طون راني نعجن، اون فوا خلطت كامل المقادير تاعي رايحه نعجن، ونحس لا تيكستور تاع الخليط تاعي كيفاه جاي، اسكو جا معسل، اسكو جاي طري، اسكو جاي شي با، نشوف نحس واش خصو واش ما خصوش. وما ننساوش باش نذكركم باسكو ما ذكرتوش من ما في المقادير هذا الاخر، الملح هو اساسي. نضيفو ترى هكذا فتيطه اون بانسي دو سيل باش يتجانسوا كامل المقادير والبنه تاني تخرج تاع الرفيس تاعنا. ورايحه نضيف انا نلاحظ باللي خصو شويه تاع سال، باسكو كيما شفنا الغرس تاعي شويه ناشف ما كانش معسل يعني فريمون، دونك ضفت له زوج مغارف تاع عسل. ومن الاحسن بيان سور كوم دابيتود نذكركم توجور باش يكون يعني صحي الرفيس تاعنا يكون صحي، نضيفو زوج مغارف تاع عسل حر، يكون العسل يكون حر من الاحسن. بيسك درنا زبده حره ونديرو كيما ذكرت لكم مع الاول، يكون تمر معسل فريمون، يكون يعني نعرفوا بلي يكونوا هنايا المقادير كاملين يكونوا صحيين، وكل واحد ومقدورو بيان سور. ونبداو نشكلو بالاشكال تاعنا، نشفى بكري المهمه يعني هكا كنا يخدمونا الرفيس، يديروه دي بتي بول ما عندوش اشكال يعني مميزه، هي دي بول هادو يمدوا لنا في يدينا وكنا نفرحوا به، ويعني ويجي هايل. وما ننساوش ابدا هذيك البنه تاع زمان. هنا نبدا نشكل، اون فوا كملت العجينه تاعي نبدا نشكل باشكال مختلفه باي شكل يعني اللي تحبوه اللي يعجبكم، وبلي مول اللي موجودين في ديالكم بيان سور. انا نبدا نواسي بهذا الموديل هذايا، وراح ندير نوتر موديل يعني يعطينا شكل رائع نقدروا نقدموه للضيوف او مناسبات، بالخصيص الرفيس التونسي هذايا كانوا يخدموه في نشفى في المولد النبوي الشريف، نشفى كي يديروا لنا مهمه في المولود. وكاين مناطق يسموه كما قلت لكم طمينه الغرس، وكاين يقولوا له جو كخوا الكعبوش، وكاين الرفيس التونسي انا نعرفه، احنا نعرفه له الرفيس التونسي هكذا من بكري. دونك راكو تلاحظوا هنا الاشكال اللي راح نديرو ديريكتومون، راح نحلو غير بالحلال ولا بيدي بلي فاسيل هنا باش نحيلو برك لي مارك هذوك تاع يدي. جبت الرولو وسقبتو، راح نجيب المول هذاك المثلث ونطبع به. هذه افكار حبيت نمدها برك للمبتدئه يعني، واذا كان حبت يعني تدير دي بول كيما زمان ديروا دي بول سي بلو فاسيل اي اوسي بريزونطابل. اللي حبي يعني يقدم حاجه تقليديه ما كاش احسن. فوالا يعني والم تاني لسهرة رمضان كما قلت لكم، نقدروا نخدموه بكامل بالمقادير يعني الصحيه، نقدروا نتناولوه في شهر رمضان في السحور، يشد لنا بوغ لا جورني تاع غدوه من داك بكري تاني كانوا يديروه نورمال، يسحروا به يشربوا حليب قهوه به ولا اتاي، وما كانش ني حريق ني والو. فوالا بهذه الطريقه حتى نكملوا كامل يعني الكميه ديالنا. ودوك تشوفوه يعني في طاوله التقديم كما قلت لكم، هذه الاشكال يعني اختياريه، كل وحده تخير يعني الاشكال يعني المختلفه اللي يعجبوها. وهذا هو الرفيس ديالنا
بعد ما كملنا الاشكال ديالو جاو بزاف شابين، كيما العجينه طاوعتني بالبزاف، وكاين بزاف اللي يسموه كيما قلت لكم ارفيس تونسي، وكاين اللي يسموه الكعبوش، وكاين اللي يسموه طمينه الغرس. بهذه الطريقه يعني في هذا المنبر نخليكم وننصحكم يعني تجربوه في هذا رمضان، يوالم بزاف السحور. وكاين اللي يضيفوا له المكسرات كما قلت لكم على الاول، وحلوه الترك، لكن انا حبيت نوجدو معكم خاصه المبتدئات يتعلموا لا باز هي الاساس في الطبخ، اما زيادات الاخرين كل وحده الى غو تاعها. ولي اول ولي شفت يعني الفيديو لاول مره تشترك في القناه وتضغط على الجرس، زر الجرس ليصلها كل جديد. في امان الله مع وصفه اخرى ان شاء الله.